أمي مين أنت؟ شو صاير لإيدك؟ عم توجعك كتير؟ هلأ طابت إيدي. مين أنت؟ جود بيعرف، هو بيقلك الجود؟ جود حبيبي، ليش قاعد برا؟ شو حكيتوا انت وفتون خانو؟ جيهان خديني من هون، ما عم بقدر اتنفس بهالبيت. طيب ليش عم تطلع هيك؟ ما عم بشبع تطليع بجمالك. لا تتمسخر علي. أنا ما عم بتمسخر، أنا كتير جدي. جيهان طول ما أنك عايشة رح تضلي تحبيني، وعديني هالشي أكيد. بس شو إجا على بالك هالحكي هلا؟ بسبب العملية ما هيك؟ جود اصحك تفكر بشي يشبه الوداع. العملية رح تمضى على خير وانت رح ترجع على البيت ماشي، ولا تحلم اني ودعك. انا ما فكرت بهالشي بنوب جيهان، يعني ما قصدت احكي بهالشي. انت جوعانة، لما بتكوني جوعانة بتحكي شغلات ما بتنفهم. لك قطعنا المفرق، بدل ما تتمسخر علي انتبه على الطريق. انا منتبه بس مو رايحين على البيت، بدنا نطلع مشوار. جود اسمع، اليوم كان كتير صعب علينا، خلينا نروح على البيت، انت لازم ترتاح. بعدين لوين آخذني بهالوقت؟ اليوم رح نعمل شي ولا مرة عملناه من قبل. ايه وشو هو؟ تفضلي يا مدام. ليش اجينا لهون؟ مش هنرقص. بدنا نرقص؟ من يوم اللي عرفتك ما رقصت معك ولو مرة واحدة. Gitmek kolay. Ya sonrası silebilir misin sende kalan dudaklarımın nemini atamazsın biliyorum. شو بتتمني يصير باللحظة هي؟ طبعا عاد العملية. دودكلارımın nemini ما بعرف، بتمنى ينزل التلج هلا. طيب يا رب. يعني اصلا الطقس بارد كتير. يعني بتمنى منك يا رب ينزل تلج، بس لحتى أقدر حقق أمنية مرتي. مجنون؟ يعني لأنك أنت طلبت رح ينزل التلج هلا؟ إن شاء الله هلا منشوف شو بيصير.
etmek kolay. Ya sonrası? Silebilir misin sende kalan dudaklarımın nemini? Atamazsın biliyorum sende solan yüreğimi. Silebilir misin sende kalan dudaklarımın nemini? Atamazsın biliyorum senle solan yüreğimi. Ver bana düşlerimi, ver bana gülüşlerimi. Yanarsın ah yanarsın, verirsen bana kendini. Ver bana düşlerimi, ver bana gülüşlerimi. Yanarsın ah yanarsın, verirsen bana kendini. الخانم رجعت من مشوارها؟ وينك انت؟ ما حكيتي مع يمان؟ إذا بدك تحكي قولي. أنا ما قلت إني ما رح قله. مفكر القصة سهلة؟ إني أول ما أطلب من يمان رح يركض لعنده لحتى يقتله؟ شو مفكر؟ الموضوع بده وقت. حاسس يمان ما رح يعملها. عمي سايرك. قلت عم بيسايرني؟ شو قصدك؟ ما سألت وقت ليقول لأمي الحقيقة. وشو مطلوب مني أعمل؟ روح أنا وأقتله؟ شايفني مجرمة؟ كل عمري ما قتلت نملة حتى. أنا عم ذكرك بيلي رح تخسري وبس. فهمت. ممتاز. معناها خليني أنا كمان ذكرك بشي. الأهم بالنسبة لأمنا العزيزة إنه ما تعرف إنه جود وأمينة أولادها، وإنك كنت بتعرف هالحقيقة وخبيتها عنا. كنت مفكرتك ذكي. عم نشتغل كل شي بيدنا بهالبيت. نعم. شو بدك يا خالي؟ يا ست لك يا ست، ما بعرف شو بدك بس مانو توقيت منيح. روحي إذا سمحتي. بدك مصاري؟ تفضلي امشي هلا لو سمحتي. انا ماني جاي كرمال المصاري، انا بدي اياك تضل عايش يا روحي. شو عم تقولي؟ انا امك. هذا أنا يمان. فكرتك ما رح تتصل. ليكني اتصلت، ليش لا؟ أنا وعدتك. المهم اتصلت لأسألك عن مكان جود لأنه انشقت الأرض وبلعته. لا ما بعرف. بالله ما يكون الموت زاره قبلي. أنت شو رأيك؟ ما بظن. أنت ما رح تتراجع مع هيك؟ أنا وعدتك ومش الحال، لا تقلقي رح حل الموضوع. يلا رح سكر، لازم لاقي هالولد.
وصل يمان، قال ما عم بيلاقي جوك. ايه برأيي خلينا نتراجع، شو بيعرفني؟ بلا ما نقتله، لك اصلا رح يموت. هو اذا ما مات ولو غدر فينا شو رح يصير؟ حياة ترجعي لوعيك. اول ما جود يحكي اللي بيعرفه صرتي قدام الباب واعية على هالشي، رح ترجعي لحياتك القديمة والنوم بالملجأ. اذا قبلوا فيكي اصلا واذا ما دخلوكي رح تضلي بالشوارع من غير حدا، هيك بدك يصير؟ فكري منيح، بس اذا بدك ترجعي انت قادرة. عندك حق، ما فيني ارجع للماضي، ما فيني اتراجع. معناها قولي لحبيب القلب الهي جود. شوفي شو بدك كمان. جاي على بالك نتخانق؟ لا، هالمرة ما لازم نتخانق، لازم نحكي وكأننا أخوة. وكأننا أخوة؟ خود هاي، خود، في بقلبه عنوان بس لا تشوفه هلأ. هالعنوان بشو بيهمني؟ بعدين بتعرف. بتذكر أول ما التقينا شو قلتلي؟ يا ريت لو كان عندي أخ يكون مثلك. إيه، بوقتها ما كنت بعرفك منيح. هلأ بتقولها؟ لا، ممكن أعرف شو سبب كرهك؟ لأنك أخذت كل شي بملكه. بسببك عشت أبشع تجارب حياتي. أنت ربحت. أنا ما ربحت شي يا روى، ما حدا منا ربح، كلنا خسرنا. أنا حاطت شي براسي بدي أعمله وانت اللي منعتني، بس هيك. لو بعرف. شو؟ ولا شيء. يلا هاد العنوان صار معك. تركني من العنوان، خلينا نحكي مع بعض وكأننا رفقات او مثل الاخوة لو سمحت. قديش انت شب منيح. انا هيك طبعا، او هيك كنت قبل ما تفوت حياتنا. أنا كنت إنسان منيح، بسببك أنا تغيرت. كنت رح تتسبب بموتي بالليلة اللي قلتلي فيها أني متبنى، وكرمال هالقصة ما رح أقدر سامحك. أنا آسف. ما رح أقدر كفر عن غلطي، بس ليك عروة، هي الورقة اللي عطيتك ياها مكتوب فيها عنوان أمك. بس بترجاك لا تظلم أمك، هي بس كان قصدها تحميك. أي أم فيهم؟ فتون. في إنسان عنده أكتر من أم؟ إذا محظوظ بيكون عنده عروة. ربتني مكان ابنها اللي خسرته. أنا واحد من الأولاد اللي جابتك مكانهم. نحن، أنا وأمينة، أولاد فتون كارانلي يلي تركتنا وزدتنا على باب الميتم. كنا توأم. بعرف هذا الموضوع،
من وين بتعرفه؟ مو المهم اني بعرفه، وهلا نحن الاثنين رح نموت، وبرأيي هذا احسن انتقام. ابن اللي تبنته وابن اللي خسرته رح يموتوا بنفس الوقت. في عندي فكرة، شو رأيك نتحدى القدر وننهي حياتنا بيدنا؟ منزد حالنا من جبل، أو منعمل حادث بالسيارة، أو منزد حالنا من هون ومنغرق بالبحر. كان قدرنا ما نختار حياتنا، خلينا نختار موتنا. أنت رح تعيش عروة، ورح تضل تنادي لأمك، ورح تضم عني وعنك وبقوة. ألو أمي، لكي من جنبي جود. لا أمي لا تخافي، ما عم نتخانق، نحنا عم نموت. أمي اهدى عروة، ابنك اللي ضيعتيه وابنك اللي ربيتيه ما عاد تشوفيهن. نحنا حبينا أنه نعاقبك أمي، صار دورك. أمك بدها إياك، ما رح تحكي معها. ألو أمي، أمي أنا مو قدران أحكي معك هلا، ما عم بقدر، ما فيني أقول شي، ما فيني. ليش ما بدك تقلها جود؟ ما بتتمنى انه تضمك لاخر مره؟ شاوبني جود. بنتي اهدي شوي، هلأ بيجي. بعرف انه ما رح يجي، انا ليش صدقته؟ عن جد طلع راسي يابس. لانك ام راسي يابس. تأخرت شوي فورا بلشتي تحكي علي. ألو حياة، شو الموضوع؟ ليش صوتك عم بيرجف؟ انسي صوتي هلأ، انتي اتصلي بيمان قولي له انه تراجعنا. قلت تراجعنا؟ ليه؟ تراجعنا وبس، جود لازم يضل عايش.
ليش هيك عم تحكي؟ شو اللي تغير؟ حياة بترجاكي بسرعة تصلي بيمان ومناعي. لا ما بعملها أصلاً، اتأخر الوقت وما عم نلعب معه. ما فيني، ما بدي أرجع لعند هذيك المرة. نحن حكينا بخصوص المضاعفات اللي ممكن تصير بعد العملية، وبصراحة أنا خايف من موضوع الذاكرة. المهم خلونا نركز على قصة الرصاصة، وهذا الحكي منقيمه بعد العملية. طيب كم ساعة رح يضل بالعملية؟ 3 أو 4 ساعات واحتمال أكتر. يعني بطلع قبل ما يصير العشاء. رح تجي الممرضة بعد شوي لتجهزك، وبعد ما تطلع التحاليل رح ندخلك على العملية فورا. شكرا لك. جيهان روح يقفلي الباب. ليش؟ جود شو رح تعمل؟ بدها تجي الممرضة تجهزك. جيهان أنا ما رح روح قبل ما بوس مرتي لآخر مرة، عم تفهمي؟ لا تقول آخر مرة. جيهان حاسس كأنه مثل اللي آخدينه على الأدام، وبحق لي أطلب طلب أخير. لا لا تقول هيك. رح أحفرك بعقلي وما في قوة بتقدر تطالعك. ألو ممدوح، بدي أحكي معك بشي مهم. إيه كتير مهم. قربت أصل على المكتب. تمام بحكي لك بس أوصل. شو عم تعملي هون انت؟ عم لاقيكي وين ما بروح. انت ما حليتي لي الموضوع. انا قلت لك شو رح اعمل، ما عندي حل غيره. اذا ما رح تقدري تعملي شيء لتنقذي حياه ابني، بدي روح واطلب المساعده من ابوه لحتى ينقذه. واجيت لعنده، ابوه بيكون ممدوح. قلتي ابوه بيكون ممدوح؟ تحركي لشوف قدامي. قلت لك اركبي باي. يلا انزلي لشوف، انزلي. مشي قدامي، مشي قدامي. عم قلك ساعدوني، حدا يساعدني. مين بده يساعدك؟ بيوقع بدالك بين ايدي. يلا تحركي، افتحي ولا تخليني اكسره بسرعة. فوتي لجوا يا ناكرة المعروف. حقيرة، انا بدي اشكيكي للشرطة. انتو بهاي المزبلة بدك تشتكي علي ولا؟ شو عم تعملي؟ اكيد انت جناتي. كنت موظفة عندي وبيت اسراري، وكنت تعرفي علاقتي بممدوح قديش قوية. بس انت كذبتي علي، رحتي وضحكتي عليه ما هيك؟ وبتعرفي قديش كنت احلم كمل معه حياتي، وانت ولا على بالك. وبعدين اجيتي لعندي وقلتي لي انك ولدتي وما رح تقدري تربيه، وخليتيني ربيه من واحد ما بده ياني، وتخلى عني وعن ابنه كل هالسنين، وضليت عم اقول عنه انه هذا ابني، ونسيت وجعي بوجوده. بس انت طلعت السبب بكل هالشي، وممدوح رح يعرف ورح ياخد ابني مني وما رح يترك لي اياه. ما بخبره، صدقني ما رح اخبر حدا. بتخبري، بتقولي له، بتقولي له، لانه انت، لانه انت وحده رخيصه فاشله. فهمتيني؟ فهمتيني؟
أنا أمك. ابني شو صار لك؟ بتحب ساعدك بشي؟ أنا منيح خالتي شكرا، ما بدي شي. يا الله، ألو حياة، شو عملتي؟ حكيتي مع يمان؟ هو بالعملية، يمكن ما يكون في داعي إنه نعمل شيء. لحاله رح يموت. ومع هيك اتصلي بيمان، منعيه. حياة انطق لشوف. العملية لسه ما خلصت. سألت إذا ممكن إنه يطلع منا عايش؟ ما بعرف يا معلم. اطلع افهم لي. أمرك معلم. آخ منك يا جود، لو تموت بالعملية بتشيل عن كتافي هالحمل. خليكي قوية بنتي، لا تضايقي حالك. أمي أنا مرعوبة كتير. شو لو أصحك تفكري بهالطريقة يا بنتي، كل شي رح يكون أحسن من قبل. حأطلع غير جو. بدك إجي معك؟ لا انتو خلوكن، انا بطلع وبرجع بسرعة. مرحبا، أنا بدي أعمل تحليل دم. بنتي وينك أنتي؟ مو قلت لك طالع الشم هوا؟ نجحنا بتخريج الرصاصة، وهلأ رح نستنى ورح نعرف لما يفيق إذا نجحت العملية 100% أو لا. طيب وإمتى رح يفيق خالي؟ مثل ما قلت لكم رح نستنى. شكراً لك. احكيلي بسرعة شو الأخبار؟ معلمي، جود طلع من العملية ودخلوه على العناية المشددة. حسب ما فهمت هو منيح. ألو،
سمعتني معلم؟ ايه سمعتك. ولك جود، ولك جود، انت ليش هيك عنيد كل هالقد؟ ليش كل شي بدي اياه بتعمل عكسه؟ قديشك عنيد انت حتى من هي قدرت تنفذ ولا؟ ولك انا اللي لازم اخذ لك روحك، لازم اعمل هالشي بايدي، يعني لو بتموت لحالك ما كان بيمشي الحال؟ اسمعيني ولي، سمعتي شو كنت عم اقول؟ لا. معناتها ما سمعتيني ولا شفتي أي شيء، ما هيك؟ طيب تمام. فهمتي ولا؟ إيه فهمت. سمعيني إياها كمان. خلص فهمت. عروة ما لازم يعرف بوجودك، عم تفهمي؟ لأنه عروة بيكون ابني إلي. روحي وبعدي عنا. أمي عروة، عروة يا روحي، يا عمري أنت منيح؟ أنا بحبك. خليني أخذك على المشفى، لك سيارة هون. يلا ابني قم لو سمحت. يا روحي انت بعد عنا، لا تفكر تمدي ايدك عليه. يا روحي بترجاك سامحني، ما كنت قصد اكذب عليك. كرمالي كذبتي امي، كذبتي علي بس لحتى اكون مرتاح. انت احسن ام بالدنيا. بدي تعملي شي كرمالي، طلب روحي على المستشفى وانقذي جود، لانه يا مان رح يقتله. شو هو عم يتعذب اكتر مني؟ جود ابنك الحقيقي. ابنك اللي نسيتيه. روحي امي وانقذي ابنك. انا منيح، روحي انقذي ابنك، تركيني هون وروحي. يعطيكي العافية، من فضلك نتيجة التحليل طلعت؟ ممكن الهوية لو سمحتي؟
انتظريني دقيقة. مبروك حضرتك حامل. شكرا لك، ممنونة. جود يلا في رح بشرك البشارة. ألو نعم فتون خانم. جيهان خير؟ جيهان لو سمحت بسرعة ساعديني، حياته لجود هلأ بخطر. دخيلك ساعد ابني ولا تحرمني منه. ساعديني، لازم قوم امشي. ابني انت تعبان كتير، لازم روح. استنيني رح ارجع اجي ماشي. سامحني يا عمري، سامحني دخيلك. لازم اروح وانقذ جود. عروة ابني، عروة، عروة رد علي يا ابني. أمي سامحيني. كان لازم من زمان لاقيكي. أمي عروة. اليوم كل شي رح ينتهي.